يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اخوان، انا ترى من الناس اللي كنت ما مقتنع بكورونا ولا مصدق بيها، ولا كنت بعمري انه اتوقع بيوم من الايام انه هذا كورونا اكذوبه. بس بعد ما اللي شمت بوالدي ودفنته وانا كنت ما مقتنع، يعني نسبة القناعة خلي اقول لكم كانت عندي لو 10% لو 5%، لان اقول هذا فيروس وسياسي و و و الى اخره. بس اليوم اللي شمت ابقى اعز واقرب شخص لي اللي هي مرتي. قولوا يا الله وتوعوا، والتواعد الاجتماعي وهاي الكمامه والكفوف ما راح تاثر. كم متوفي صار عندكم؟ انا عندي اثنين. عندي اثنين بالبيت، ابوي وزوجتي. خاطر الحسين، حبا بالحسين. اروح مهاي العالم اليوم بالنجف الاشرف بهاي المقبره ومقبره وادي السلام، وتشوف الحشد الشعبي وفرقه الامام علي القتاليه تولوا هذا الموضوع. الله يبارك فيهم ان شاء الله. جزاهم الله الف خير. فرسالتك اليوم من هذا المكان انه من هذا المكان يا ناس، هاي الكمامة وهاي الجفوف والله ما تأثر ولا راح تغير من شكله. حفاظا لك، تباعدوا لا تطلع الا الشغلة. انت من وين؟ انا بيتنا ببغداد مدينة الصدر. الله يرحم امواتكم ان شاء الله، وان شاء الله رسالتك توصل لكل الناس. بارك الله بك، شكرا جزيلا. شكرا لله. الله يبارك فيكم ان شاء الله.